فمي ما نفختوش. فمي انا كون نفخت شي حاجه انا معروفه عليا، كون درت شي حاجه غادي نقولها، ما كنخاف من حتى واحد، وحتى واحد ما دفع لي فخي ديال 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 هذاك الشيء اللي انا درت. شحال من وحده تتمشي عند الطبيب وتتنفخ وتتشرط على الطبيب ما تصورش معاه باش ما تبانش. انا كنت شي وحده اللي ما باغاش، يعني ما باغاش تبين هذا الشيء ولا دايره شي حاجه عظيمه، غادي نقول ليه لا عافاك ما تصورش. مي انا ما مشيت على ود للتا، ملي كنضحك عندي للتا باينه بزاف، الا تحمست في الضحكه تيبان لك، كيبان لك نيفي من الداخل. الوغ فاش كنضحك تتبان لي للتا عندي بارزه بزاف، واللي الناس كيقولوا عليها في الكومنتس كيقولوا رجاء سيري راه فمك عواج راه. و هو في الاول في اي حاجه يعني درتيها في الجسم ديالك راه تتنفخ في الاول، فهما كيسحبوا هذيك النفخه في الاول هي اللي غادي تبقى ديما. الوغ كو دوزات سيمانه بحال هكاك ورجع فمي عادي، واللي كيقول نفخه فمي غادي نقول ليه رجع لتصاوري قبال، البرطم ديالي دافع الى الامام من زمان، ماشي شي حاجه جديده. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.